مستويات. هناك ظلم بين الإنسان وخالقه، وهناك ظلم يسقطه الإنسان على نفسه، وهناك ظلم يسقطه الإنسان على الآخرين. فأما الظلم الذي هو متعلق بالله فهو الشرك. إذا أشرك الإنسان فقد ظلم ربه. إن الشرك لظلم عظيم. قاش شي واحد غادي يسترك هذا. إذا أكبر أنواع الظلم هو أن يشرك الإنسان بالله. لماذا؟ لأن الله خلق ورزق وأعطاك العقل الذي به تفكر، وأعطاك اللسان الذي به تنطق. هل ظننت أن كل هذه الأشياء تأتيك اعتباطا؟ هل تظن أن هل يوقن الإنسان أن هذه الأشياء كلها جاءت اعتباطا؟ أم تظن أن غير الله ساعد في هذا الشيء الذي وقع؟ لذلك ماشي هذا ماشي الإلحاد، الشرك بمعنى أن تضيف لله ندا ومساعدا، فتقول هذا والله، أي فعل هذا والله فعله. فالأصنام كانوا لا يعبدونها مباشرة لها، كانوا يعبدونها عبادة تزلف. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يؤمنون بالله تعالى، هو مدرج لأنه درجة لأن يصلوا، ولكن الله لا يقبل ذلك. حينما جاء الإسلام كان هدفه الأساس، الرسالة الأولى هو نفي الشرك. فهذا النفي الذي يقع للإنسان حينما ينفي الشرك هو تحرر، يتحرر فيه الإنسان من كل القيود، من كل الضغوط، من كل الأشياء التي يشعر بأنها تتحكم في حياته وفي مصيره. رزقك موصول بالله، لا يعطيك أحدا، ولذلك لست محتاجا إلى أن تمالئ أحدا أو ترجوها من أحد. ما تقولش حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يشوف الناس يقول مطرنا بنوء كذا، مطرنا أي المطر الذي نزل بالنوء. الأنواع هذه كانت العرب، احنا بقت لنا كلمة النوء، احنا عندنا كلمة. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن مطرنا بإرادة الله، والمطر هو حياة الإنسان، فأي شيء من هذه الأشياء التي يتقلب في الإنسان يجب أن تكون موصولة بالله تعالى، فهو المعطي وهو المانع وهو الذي يتوجه إليه. طبعا حينما مر المسلمون بفترات أخرى أشكل أي بهم عليهم فترات الجهل، فأصبحوا يظنون أن زيدا أو عمرا أو فلان أو يمكن أن يعطي شيئا. لا شيء، سيد فلان شيء عنده كذا يعطيك الولد، سيد فلان يعطيك الولد، ذبح له يعطيك الولد، جبر بعدك الولد ليه يعطيك لك أنت، ولا في التراب أنت يعطيك الولد، كيف يعطيك هذا الولد؟ من يجيبه لك؟ إذا لم يعطيك الله هذا الولد أنت خلقت الله، ما حصل شيء فيك، وغادي في باش يعطيك الولد غادي خصك لابد تدبر له على المساعد. وذلك تعرفون ان هذا كاين، ويقولون فلان كان كذا ومشى عند سي فلان وعطاه الولد، سيدي فلان وعطاه الولد وراه الضامن معاه، دار معاه كونترا. شفتوا شنو الضامن؟ كل سنه خصو يجيب لواحد الحولي يذبحوا له، ولا ما ذبحولوش يخاف على ذاك الولد يدي له ديالو يخلي قاعد باش بحال راه غير كاريه على ذاك نار اللي ما يبغي يديه. من جبتها العقيدة ومن كانت؟ ولكن هذه أشاعها الجهال والمنتفعون، جوج الجهال والمنتفعون الذين يقول لك أسيدي ضروري يجيب لك الحول اللي هنا باش نوريك كي نديروا له. تعرفون الذبائح وما يقدم إلى هذا كله مما لا صلة له بالإسلام ولا والناس حينما يريدون إفساد التوحيد يقنعون بهذا ويدافعون عن هذا، يدافعون. الأضرحة تحتاج، هي الآن تزار، الأضرحة لا تقاطع،
يزور الإنسان ضريحه، ضريح فلان وفلان ومقابر المسلمين، ويترحم ويرجع فقط.